مرحبا من جديد متابعينا. بعد ما شفنا هاي الأغنية اللطيفة راح نتحدث اليوم بالمحور الثاني الحلقة هذا اليوم، وهو الشعر الشعبي أصبح يتردد عليه مواقع التواصل الاجتماعي، وأكيد راح نتحدث به ونرحب بضيفنا الحلقة هذا اليوم الشاعر الشعبي علي غازي المحمداوي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، شكرا على هاي الاستضافة الجميلة، شكرا لك وشكرا لصديقي وزميلي ياسر، حياك الله. ربي يحفظكم إن شاء الله. شكرا لقنوات التغيير اللي تسلط الضوء على هذه المواضيع المهمة، خاصة اليوم شعر شعبي ترند في التواصل الاجتماعي. طبعا أكيد. أهلا طبعا بس. نورتنا مرة أخرى. الله يحفظك. وأنا طبعا ما أحب أبلش قبل بالأسئلة، خلينا نبلش بقصيدة. نبلش بقصيدة. يا أول عشق دق باب القلب بإحساس، الله، مثل عشق الجقارة لدورة الشفة، أحس بين الناس أبد ماكو اختلاف، بس أنت الوحيدة بكل شيء مختلفة. الله. يا قلبك بحر محتاج سابوح، مو يسبح بالكلام ويغرق بجرفه، ويا عينك مدينة وحاضنة الناس، يا طريقة كلامك أعتقد حرفة، يا الحدر قلبك نهر ما ينشاف، وعلى تلالك أحس جروفه ملتفة، إذا قلتي لأحبك أقلب الكون وسوي الحب كان وداعت الزفة. الحب عجيب وأمره ما معلوم، يطب متقصد لقلبك ما يطب صدف، وأنا هسه بباب قلبك شاي الحنان، منتظر قلبك مديده ويفتح بجفة. الله الله. لأن قلبك إلي الغير لا تنطي، يا العشقك حقيقة ومو عشق صدفة، رصيد الدمع بالعين مال قلبه لا تظن يومه بعشرتك. الله عليك. مال قلبي حبك ساكن بقلبي، مال قلبي أذبحه لياخذك من بين يدي. الله الله. صح لسانك، صح لسانك شاعرنا، تسلم يا رب. والله قصيدة كلش غزلية. نعم. هاي بحتة. قصيدة جميلة. متعرفون احنا بهذا الصباح وبوجوهكم الجميلة لازم نطفي شيء حلو. شكرا لك. شكرا لك. طبعا نورتنا. طبعا القصائد اللي نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي اشكال، ممكن انه اليوم نشوف القصيده الحزينه والفرايحيه. نعم. والقصيده الرومانسيه والقصيده اللي لرثاء شخصيه معينه. اليوم القصيده كيف ممكن انه تلاقي صدى على مواقع التواصل الاجتماعي؟ شنو هي المميزات اللي ممكن تتميز بها القصيده في سبيل انه تكون على اوسع انتشار؟ أكيد هي أكو مقومات للقصيدة. بحكي لك أنا كقانون للقصيدة، أنه لازم يكون وحدة موضوع، وزن وقافية موجود بيها. أنا خلي أعرفك بالبداية أنه أنا بالأساس شاعر غنائي. حلو ممتاز. بس أيضا نكتب القصيدة، لأن تعرف مرات تجينا دعوات لأماكن لازم تقرأ القصيدة. أكيد. زين. فدائما إحنا الحزن والخيانة والهذا مسيطرة على الجو كله إذا ترجع إليها. صحيح. إن شاء الله ما تسيطر. صحيح. إيه. فدائما تسيطر على الجو. لكن الشعر الشعبي حالياً أنه أصبح ترند، لأنه تعرف قام يعني يخاطب القلب، يخاطب الإحساس بصورة مباشرة. هو بسبب مقبوليته وسهولته. نعم. ممكن أي شخص أنه يفهمه. لكن بالضبط. اليوم القصيدة اللي الشعر العربي الفصيح ممكن انه الانسان يلاقي صعوبة بها، يحتاج احيانا الى تفسير معانيها. احنا مرات نضيف. نعم. يعني مرات للشعر نضيف مثلا فد شطر او شطرين فصحى وبعدين نتحول للشعبي. صحيح. نعم. اضرب لك مثال على ذلك، يقول تلاشت في حضرة جمالك الافكار، وتاه الوصف مني، لا اعرف لونك المفضل، لقبتك بلون احساسي وأنتي منبعه، ولونك يرهم للسماء ثيابا، لون روحك يرهم كحل للعين. الله. وتتباهى العيون بجرة الكحلة، شبهوك بقمر والليل والنجمات، بس انت وين وداعتك أحلى، أحس أول ظهور الكلمة إحساس، من منبع إحساسك ظهرت الكلمة، ربك من خلق حسنك تعب وياك، دنك فوق حسنك رسم قبلة، لذلك على الأرض كنك ملاك، ولك إيلي بوسى الله شلون ما يحلى. الله الله الله, الله, الله. أحسن. هذا الشعر المولد يسموه. هذا يسموه الملمع. الملمع. نضيف لأبيات فصحى. نعم. ونكمل بالشعر. نعم. حلو. حلو. زين أرد أسألك. نعم. شاعرنا، بما أنه أنت موجود، هذا طبعا السؤال أنا ببالي من زمان. حلو. فبما أنه أنا التقيت بك، الأشعار اللي تكتبها هل كلها أنت عايشها من قصص أنت عايشها، أو مثلا تستوحيها من قصص الآخرين أو من الخيال؟
مو شرط انه كل القصص، لكن ايش قد ما تكون القصة واقعية انت عايشتها او قريب اليك او صديق توصل اسرع فعلا للناس. لقيت انت حضرتك قصيدة انت عايشة؟ اي نعم. اكو قصيدة يقول هي صارت بيني وبين صديق، نعم، فموقف معين جبتها على الرثاء، قلت له شما طال عود العنب يبقى التمر أعلى، وشما زاد سعر الشبه يبقى الذهب أغلى، وحط شكر فوق الشكر يبقى العسل أحلى. يلتي هوك وتهت يا فشلة الفشلة، يلعلموك الحج وخلوك اللي تنقله، قطر أنت يا صاحبي شو تأثر بدجلة، ما جيتك استعطفك لا جيتك بذلة، بس هذا طبع الجبل يعطف على التلة. الله يعني الله حسن. عندنا احنا هذا مثل ما نقول الحكمة او اللي نتبعها بحياتنا ياسر، نعم، اللي هي الشعراء يقولون ما لا يفعلون. نعم. فهل علي المحمداوي ايه؟ يقول ما لا يفعل؟ لا، كل قصائدي حقيقية او على مواقف حقيقية. والقصيدة اللي تنزل بحيث انه من اوجه قصيدة بالسوشيال ميديا او بالهاي، لا اقول انه هاي لفلان، نعم، زين، فاللي اشعر به لا تلقيه على الورق، يعني ما اكتمه بقلبي يعني نهائيا. فدائما يقولوا لي هل يشوفني، يقول لي شفت زغران جاي زغر بروح. العمر كله يا رب. ان شاء الله العمر كله. زين، فلا كل ما تكون القصيده حقيقيه، كل ما تكون انت انسانيتك او شخصيتك حقيقيه توصل للناس باحسن صوره. نعم نعم. طيب العراق طبعا هو ولاد بالمواهب الشعريه، عندنا كثير ممكن انه من الطاقات الشعريه لكن ما ظاهرين ممكن حتى على الاعلام اليوم. نعم صحيح. الاعلام ما موجه لهم سواء كان الاعلام التلفزيوني او حتى الاعلام الرقمي. بالضبط. ممكن اكو ناس هوايه عندهم امكانيه لكن ما خدمه حتى التليفون، ممكن انه دا يصور نفسه وراح ينزل قصيده ممكن راح يشتهر. صح. لكن هو ممكن ما مشتغل على نفسه، كيف ممكن انه الانسان اليوم اللي يمتلك طاقه شعريه ممكن انه يبدي بالخطوة الأولى ويظهر إعلامياً؟ كيف ممكن أنه المنتديات تكون ولادة أيضاً، وضرورة أنه تقام بين فترة وأخرى حتى نشاهد ممكن أنه وجوه جديدة تظهر للساحة؟ شوف، إحنا هواية أكو مسابقات للشعر الشعبي، هواية أكو منصات تواصل اجتماعي خاصة بالشعر الشعبي. هنا إحنا أما يكون الشاعر اللي بادي استوي، أما يكون هو كسول أو أنه قصيدته مو بالمستوى المطلوب، لأنه ماكو هسه اليوم ياسر ماكو شيء يعبر عليه إذا ما حسه أو نعم. أو هو سمع هذا الشيء بس هو مر بموقف بنفس القصيدة موجود فعلا، فمستحيل يعني. زين، ثانيا إحنا عندنا الناس هواية تقول أنه والله هاي صعدت بالترويج قصائد أو بالسوشيال ميديا. نعم. اوكي، انا وياك صعدت بالترويج، لكن انت تعرف شنو الترويج نفس الوقت؟ ترويج مجرد انه راح يطشر لك، انت تريد تشوفه او ما تشوفه انت على راحتك. صحيح. نعم. على مزاجك. نعم. لكن راح يوصلك لاكثر من الناس، يقدر يستخدم نفسه اعلاميا من خلال السوشيال ميديا لكن بالصوره الصحيحه، خليه يسوق نفسه صحيح. لا يظل قاعد والله هاي من اول قصيده نزلها جابت له 1000 مشاهده، لا انا بعد ما انزل يحسها ما نجحت، يحسها ما نجحت. نعم. لا بادر، أنا عندي موقف مع عريان سيد خلف الله يرحمه. الله يرحمه. وتحياتنا للكبير حسين الشريفي. شايل أوراقي، هاي أحكي لكم أنا بذاك الوقت. نعم. شايل أوراقي فقعدت يم أستاذ عريان، قلت له بس تقرأ لي أشوف. فقرأ شافه قال لي بابا أنت تصير. قلت له أشكرك. استاذ حسين الشريفي التقينا باستوديو حكمت في ذاك الوقت، هم سولفنا وقروا بعض النصوص، قال لي ما طول شايل اوراقك ومهتم بموضوعك وتريد تصير راح توصل، انت راح توصل. فشوف يعني لا تليفونات لا سوشيال ميديا. صحيح. لا كل شيء، كل شيء ما كان عندنا. نعم. زين، شلون اقول احنا قلت هنا بطرق التليفون الارضي. اوكي تمام اكيد. زين، فاللي يتعب
لا يحصل شيء، بينما انت قاعد بالبيت وتريد تجيك مشاهدات طبعًا. لا طبعا اكيد، والا ما وصل شعرائنا السابقين، ما وصلوا شعرائنا السابقين لهاي الاسم والمعروف، يعني صاروا شعرائنا العراقيين معروفين دوليا اكيد لهذا. وقبلها ما كان اكو لا ترويج ولا موبايلات على قولتهم. احنا حاليا هسه انت تعرف اني باذاعه وزاره الداخليه، تحياتي لهم طبعا للدكتور اللواء سعد معن، وايضا لعقيد مناضل الساعدي الحاج مدير اذاعه وزاره الداخليه. عندنا برامج خاصه بالمواهب، مواهب الشعر. نعم يعني كل خميس تطلع عندنا حلقات ويطلعون شعراء، حتى شعراء يعني ما معروفين ما طالعين سابقا. نعم ففاتحين المجال لهذا الموضوع. فانت هنا انت تقدر حلقتك انه تكون ضاربه صحيح او مو ضاربه. نعم فتحياتي لعلي الفرطوسي الشاعر، هو اللي يجيب ذول الشباب طبعا. طبعا تحياتنا لكل الاسماء اللي ذكرتها. الله يحفظك. وخلي شويه نطلع من مود الاسئله، خلي ايضا نسمع شيء جديد. يلا نسمع، خلينا نسمعك شويه، اكو نص جديد ان شاء الله. فشي بالتفاؤل بما انه برنامجنا صباحي، فنكهه صباحيه. زين انا غزل. غزل غزل. طيب نقرا غزل. يقول سمارك من وجد بالكون، وهاي الشمس منك اخذت سمار، عيونك قمر مكسوم نصين، سوى بيك الليل وللبشر خلى النهار، اصابعك كواكب والقلب مركز الارض، وحول خصرك بس انت يلتف المدار، الصيف ساكن وسط شفتك لان من بستني احس قبوه حراره وصعدت النار، والشتاء الشتاء موجود باطراف الجفون، ومن تغمز احس الشتاء بلحظتها صار، سبحان الخلق بيك خير وطيب، وسبحان الخلق شر ودمار، مثل الشمس يا اسمر وصفناك وصفناك، والكل مرض بوسحنا وصفناك وصفناك، يستر الله نظراتك وصفناك وصفناك، لان كلش تعل من تصفن عليك. الله 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 تحياتنا إليك. الله يحفظك. شاعرنا اريد اسالك استاذ علي، شلون يقدر الشاعر او الكاتب يحفظ ملكيته من السرقه؟ ما يقدر بالعراق أبداً. وخصوصا أبداً. يعني هسه حاليا التواصل الاجتماعي صاير عباره عن كوبي بيست، ما يقدر. فدا تعانون انتم من هاي طبعاً الامور؟ اوكي عركات بالفيسبوك. ماكو اي طريقه ثانيه وصلتوا لها او حل؟ ماكو. يعني صارت وياك؟ ها صارت، يعني صارت وياك ممكن انه انسرق؟ اي صارت ويا إليك. صارت وياي طبعا بجمله، وهاي الجملة صارت ثلاث أغاني. أها. المعلومات يعني جاء شخص يمين طيته أغنية. نعم. بكتها الأغنية اسمها هسه تشوف. منو غناها؟ ها؟ منو غناها هي المطربة؟ ما تغنت الأغنية. بس يعني انكتبت. لا لا، فراح للاستوديوهات، عدة استوديوهات راد يسجلها. فقال لهم عندي هيك كلام وعندي هيك كلام وعندي هيك كلام. نعم. تعرف قاعدين. نعم. زين؟ هي بدايتها تقول هسه تشوف من هو يعوف، من هو يكره الثاني. أنا تحديت إذا اشتاقيت أقول لك روح وانساني. الله. هاي بدايتها. نعم. فنزلت ثلاث أغاني ورا أسبوعين تقريباً. الأغاني اسمها هسه تشوف. واحدة من عندهن أغنية تحياتي إلى صديقي وعزيزي علي جبار اسمها هسه تشوف. نصير الحمداني هم هسه تشوف. نزلت بنفس الفترة وبنفس الوقت. نعم. حلو. طيب. مجرد إنه بس قراها يعني بالموضوع. فبينما بالسوشيال ميديا. طيب احنا حتى نشوف يمكن انه بالآونة الاخيره ظهروا ممكن الدخلاء على الشعر، ممكن هوايه نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات تحمل انه شاعر فلان الشاعر فلان الشاعر فلان، لكن بالتالي هل هذا الشخص فعلا شاعر؟ ممكن انه هذا الشخص راح يسيء للشعر لربما، او ممكن انه راح يضيف للشعر، ممكن انه هو شاعر حقيقه، او ممكن يتخذ من هذا الوصف مجرد يريد يوهم الناس بانه هو شاعر. احنا شوف احنا هاي المشكله مو بس بالشعر. انت تلقيت السؤال بابتسامه طبعا، فراح تكون اجابه ناريه اعتقد. شوف يعني خاصه هذه الصفه، خلينا نقول مثلا شاعر الاعلامي، راح اجي لمجالكم يعني اسمحوا لي. ومجالك هو انت ايضا مقدم برامج اذاعيه. زين الشاعر والاعلامي حاليا بكثره. صح. نعم. خلص طلع له لقاء بالتلفزيون او طلع هيك لمحه البصر، كتب على روحه اعلامي، انتهى الموضوع. قام ينزل مواضيع، يجيب كوبي بيست منها يخلي منها، نزل له موضوع. هذه مشكله. احنا عندنا عبد الحسين الحلفي الله يرحمه. الله زين يرحمه. يقول كون انسان
قبل لا تصير شاعر حتى. نعم. يقولون هذا إنسان شاعر فعلا. نعم زين. مشكلة أنه دا يطلع قصيدة الدائرة ما دائرة الله حلوة تخبل خلاص نزلها انتهى الموضوع. نعم. كلش حلوة هذا هو نزلت القصيدة بينما هو مو يم الشعر. بس هنا إذا نرجع إحنا يعني مثلا نقول الشاعر شعر ويثبت بكلامه قصيدته بإحساسه اللي دا سمع الناس. يعني أنت لا تتوقع أنه هو مو شاعر ويوصل إلى مرحلة نجومية مستحيل. أكيد عندنا هواي شعراء عندنا هواي ناس دخلاء على الشعر لكن يتساقطون ما يبقون يعني ما يقدرون يستمرون. يعني حتى موضوع الترويج والتسويق لربما ما ينفعهم. ما ينفعهم لا لا مستحيل لأنه تعرف إحنا صرنا ذواقين. نعم خاصة الجمهور العراقي بالتأكيد ذواقين يعرف شنو المواضيع. يعني أنا هسه ذا أي شخص يتصل بيك هاتفيا تناقش وياه الموضوع راح يتناقش وياك. نعم فلذلك أنه لا يتساقطون وما يقدرون يستمرون. نعم شكرا لك شاعرنا الجميل نورتنا اليوم بالاستوديو. نوركم اكيد. بس اكيد اليوم لازم نسمع قصيده لازم الختاميه يكون ختامها مسك وياك ان شاء الله. ابو ذيات ممكن راح اسمعك ابو ذيات قصيده ابو ذيات زياده الخير خير ايضا راح اسمعك نص ان شاء الله قريبا راح الجديد يعني لنصره البدر قريبا ان شاء الله. كل التوفيق تحياتي له من خلال قناتكم. تحياتنا له. يقول عايفني ليش بنص درب حسبيه يوجعني القلب وشلت عيني شلون اصب منين اجيب دموع وابجيلك رايح وعايف لي جرح يلكمني واسقيه بملح جرحك طلع مثلك وكح وبقلبك هو مجروح بانيلك انسان رادك للكبر منيدك الايد القبر شمعه وتضوي له عمر وقمر يصعد للسما بليلك منين اجيب دموع وابجيلك. الله الله. يقول سقيتك من دموع العين قد حانوا ولا قلبك علي فد يوم حان قد حان تعال اقرب حسابه وياك قد حان اخذ الالك وانطيني الالي. الله الله الله. ضمن دمعي عيوني وكتمن هذا الوقت ما نعرف وكتمن وكتمن يقلوا لي كتل بقلبك وكتمن وانا الملتهي بضيم العلي. الله 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 الله, 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 الله يحفظك. شكرا لك طبعا نورتنا تواجدك. شكرا لكم وشكرا لإدارة القناة وشكرا للجنود اللي خلف الكواليس المصورين المخرج المعد و الى اخره. نورتنا تواجدك. الله يحفظك. الله يسلمك.